يقرأ القرآن بغير وضوء لا إشكال. انتبه معي، من عليه حدث أصغر يمنع من أشياء ثلاثة، من عليه حدث أصغر يمنع من أشياء ثلاثة، من الصلاة والطواف ولا يمس المصحف. كم شيء؟ يعني أقرأ لا إشكال. وبعض العلماء يقول لهو أن يمس المصحف. إذن ثلاثة أشياء، لا هذا حدث أصغر، ويزيد على هذه الأشياء الثلاثة من عليه حدث أكبر، هذه الثلاثة ولا يقرأ القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء. كم صرنا الآن؟ خمسة. وتزيد الحائض والنفساء بألا توطأ ولا تطلق ولا تصوم، أصبح كم الآن؟ ثمانية. ولها أن تقرأ القرآن، إذن صار المجموع لها